بالنسبة لي الأستاذة سعاد تتكلم على شهادات الاستثمار وبتقول إزاي إنها تطلع الزكاة عليها. أنا سألتها تقدر تطلعي على الأصل والربح؟ قالت لا. طيب، بناء على اللي دايما بنذكر بيه من حلقة لأخرى في مسألة وظيفة البنك، وإنه وظيفة البنك إنها للاستثمار وإنها للتمويل، فهذه الشهادات التعامل بيها جائز والعوائد بتاعتها جائزة يا صاحبة السؤال. بالنسبة بقى لسؤال حضرتك التاني، أنا هطلع قد إيه؟ أنا لو أنت حضرتك، الأصل إن أنا بطلع على الأصل والربح 2.5%، إذا استوفت الشروط. إيه استوفت الشروط؟ يعني بلغت النصاب، وأنا بعرف النصاب ده، إحنا قلنا إذا بلغت النصاب، فأنا بشوف هنا إذا بلغت النصاب قدامي أشوف الحاجة، الفلوس اللي عندي دي، هشوف جرام الذهب 85 أضربه، جرام الذهب 21 أضربه في 85 القيمة اللي هتطلع، هشوف المال بتاعي يعني يبلغ هذه القيمة فما فوق، وإنها مر عليها حول يعني سنة قمرية أو سنة هجرية، وإنها فارغة عن ديون الإنسان، وبعد كده ولم يعني ينتقص منها شيء خلال العام وظلت كما هي كده على حالها. بعد ما تستوفي الشروط دي بشوف المال بتاعي استوفت فيه شروط النصاب ولا، إذا استوفت فيه شروط النصاب الأصل بطلع على الأصل والربح 2.5%. أما وإني الوضع بتاعي أو الحالة بتاعتي الاقتصادية ما تتحملش أن أطلع على الأصل والربح، أقدر أن أنا أنتقل إلى الاجتهاد القائل في العصر الحديث بأن احنا نخرج 10% على الأرباح، فقياسا على الأرض الزراعية وقياسا على ما يخرج من الأرض الزراعية. فإذا أنا خدت أول ما باخد الربح كل شهر أو كل ربع سنوي أو وقت ما بيجيني، أطلع 10% صاحبة السؤال على الربح فقط تقليدا لهذا الاجتهاد، والله تعالى أعلى وأعلم.